قبل ما نختم مع حضرتك كده، في بعض الأخطاء الشائعة اللي هو إحنا طالما بناكل أكل صحي زي الألبان والشوفان والجبن والحاجات الصحية دي، ناكل في أي وقت، اليوم بتاعنا مفتوح، ما إحنا ما عندناش مشكلة، ما أنا باكل أكل صحي. فعايزين نصحح المعلومة دي يا دكتور. مفيش حاجة زيرو كالوري غير المية، بعد كده كله بيعد. يعني طبعا الألبان دي من الحاجات اللي بتوقف الميزان جدا جدا، من ناحية حتى لو خالي الدسم، من ناحية ان هو هيعد عليكي، من ناحية تانية ان في ناس كثيرة عندهم حاجة اسمها لاكتوز انتوليرنس. يعني ايه؟ اول ما تيجي تشرب اللبن ده، لاكتوز ده الاسم السكر اللي في اللبن، ما عندهمش الانزيم اللي بيهدم اللبن، فتيجي تشرب اللبن يجي لها انتفاخ. تمام؟ ده ناس كتير جدا جدا. وفي ناس ما بيبقاش عندهم، يجي لهم على كبر بعد الأربعين، تي الموضوع يبقى أصعب. دي من ناحية تانية. اللي أنا بخاف منه كمان السعرات الحرارية السائلة. عارفة في ناس تقول لك أنا ماشية عاملة دايت، وبعدين تيجي تدي أمان لحاجة بتتشرب سخنة، ما يجراش حاجة، ده هوت شوكليت، ده لاتيه. طب هقول لك على شويه حاجات صغيره خالص. فانيليا لاتيه 250 سعر. يا نهار ابيض. احنا بنتكلم كده. هوت شوكليت 450. يعني احنا بنفكر ان الحاجات المشروبات والموضوع شكله بريء، وشكله كده. اديكي بقى تركايه نونو قوي بقى، خافي كل ما الاسم اتكلكع. يعني زي ما نروح كافيه كده ويزود لنا الحاجات. يعني احنا رايحين الكافيه ولاقيين بقى المنيو بقى مليان. بصي هدي لك مثلا، ازود لك يا فندم كده، ده ما هو ده بنزود كالوريز على فكره. مثلا الترا كراميل فرابتشينو. اول ما الموضوع بقى كبير، ده بقى ثلاث كلمات، ارجعي تاني، ارجعي. الموضوع كبير وبعدين بيبتدي بالترا، حتى لو انت مش فاهمه هو ايه، هو في حاجه الترا، لا ده كده مش تمام. يبقى اول ما حاجه نكون مش فاهمينها هلكعه كده، لا بلاش. ارجعوا يا جماعه، هنبوظ الدايت. فهي فكره المشروبات طبعا، وخصوصا اللي بتحتوي على لبن وسكر، الموضوع بيكبر مني قوي. ان ما زودنيش هيوقف لي الدايت، هيوقف لي نزول الميزان. طب احنا في الشتاء وبنحب الحاجات السخنه عشان تدفينا، طب نشرب ايه؟ الكلمه الواحده بقى اللي ما نقيش الثلاث كلمات. الكلمه الواحده اللي هي مثلا ايه؟ قرفه. ينسون، حاجه مفهومه. تمام. الله، جميله، نعناع، يا سلام. ومن غير سكر طبعا، او بسكر دايت او بمعلقه سكر. ما انت لو سكر. انت لو متعوده على معلقه سكر تمام. لكن زي ما بقول لك، ما تبقاش ميكسات على بعض. ما خدش عصاير، ما خدش حتى لو تحت مسمى الحاجات الصحية.